في البداية صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. يوم مجنون في زيمبابوي، بالتحديد في شلالات فيكتوريا. اليوم عندنا عدة نشاطات اليوم إن شاء الله بسويها، بس أول شيء بنغطيكم إن شاء الله الشلالات، بنصور لكم إياها. بعدين بنروح في شيء اسمه سويمينج ديفل بول، بعد بنسوي ثلاث أنشطة ألا وهي سوينج، زبلاين، بنسوي بعد البنجي جمب. تحياتي لكم. طبعا حاب أقول لكم للي يبغى يشوف شلالات فيكتوريا، في حديقة تابعة لها ولازم يدفع $30 للشخص الواحد، $30 فقط لا غير، إذا حاب أنت تدخل الحديقة وتشوف شلالات فيكتوريا. طبعا تسمعون صوت الشلالات صح؟ صح ولا لا؟ تسمعون صوت الشلالات والماي قاعد يضرب، الماي قاعد يضرب فينا روعة. الحين بروريكم المنظر، منظر جميل جميل جدا جدا جدا، منظر جميل وروعة. بروريكم اياه الحين، منظر جميل. جايين للعشان لسه في هذاك الصوب، بنروح ان شاء الله بعد نصور لكم اياه كامل، نغطيكم الشلالات كامله. كما تشوفون حاليا شلالات فيكتوريا من زاويه ثالثه قاعدين ناخذها. وهاي من زاوية ثانية بعد،
طبعا هذين اجمل الزوايا اللي راح ناخذها، اجمل الزوايا اللي راح ناخذها شلالات فيكتوريا. واضح واضح روعة، واضح روعة صراحة، واضح روعة. حبيت الصراحة، حبيت طبعا هذه زاوية من الشلالات، بعد شلالات تقدر تشوفها من عدة زوايا. شوفوا على منظر، على منظر روعة، منظر عجيب. المنظر جميل،
طبعا تلاقون هنا تمثال عالم ديفيد، هذا هو سماها شلالات فيكتوريا، هو اللي كشفها، سماها شلالات فيكتوريا تيمنن بالملكة فيكتوريا. هذا وهاي بعد من زاوية ثانية بنغطيها. واو عجيب، روعة، حبيت المنظر، روعة. طبعا في الأخير حاولنا قد ما نقدر نغطي كل شيء عن شلالات فيكتوريا، كل الزوايا غطيتها، كل شيء حاولت اني اغطيها. والحين ان شاء الله بنروح زامبيا ونسوي سومي دبل بول، بعد ان شاء الله نسوي بانجي جامب والسوالف. صراحه اليوم يوم متعب، اقول لكم اياها بكل صدق، اليوم يوم متعب صراحه. يلا حياتي.